عبر الهاتف السيد سامي الأطرش المحامي والخبير خبير القانون الدولي. مرحبا بك سيد سامي معنا في نشرة الثالثة. مرحبا بك، أهلا وسهلا حضرتك. مرحبا سيد سامي، هل استجابت وزارة الداخلية أخيرا يعني لضغوط الشارع الليبي وأهالي المغيبين قسرا وخصوصا بعد هذا الحراك الذي شاهدناه؟ نعم، تحية حضرتك كل إذاعتكم ومشاهديكم. أهلا بك. الحقيقة أنا أعتقد أن مثل هذا السلوك لا يمكن أن يصحح المسار، لأن بداية العلاقة نفسها بداية خاطئة بالقرار نعتقد 555 على 2018 الذي شرعنا بعض الأسام التي بالتأكيد هي أسام غير شرعية ووليد غير شرعي في دولة قانون ومؤسسات. ورأينا الحقيقة سلوك هذه المجموعات التي تنصب نفسها حامية للأمن في ليبيا لعقود طويلة، يعني لفترة طويلة من الزمن، وللأسف الشديد هي بالتأكيد ستظل عاجزة، وكل المحاولات التي تقوم بها الداخلية هي ضرب من ضرب الخيال، لأن أي بناء غير صحيح من بدايته لا يمكن أن يكون له نهاية أيضا إيجابية. وبالتالي لا أعول كثيرا على هذا المجهود الذي يقوم به، لأن المخالفات وحجمها منذ 2011 إلى الآن ما زالت كبيرة وكبيرة جدا يعني. طيب سيد سامي، يعني هل هذه الحملة يعني ستشمل كذلك معتقلو المنطقة الشرقية المسجونين لدى قوة الردع وغيرها من الجهات الأخرى؟ لا والله، للأسف الشديد يعني بيود الإنسان أن يكون إيجابي في نظرته لهذه الإجراءات، ولكن لا أعول كما أكدت لك كثيرا، لأن إذا كان أحكام محكمة استئناف طرابلس بضرورة إحضار المتهمين هي لا تقع موقع احترام وتقدير من هذه المجموعات، فكيف لعمل إداري من الداخلية أن يكون له تأثير أكبر من السلطة القضائية ومن أحكام من محكمة استئناف طرابلس ومحكمة جنايات طرابلس؟ إذن نحن نعتقد أن الحقيقة مثل هذا التدخل هو تدخل صوري كوزماتيك لا قيمة ولا وزن له، ولن يؤثر الحقيقة بالشكل الذي نطمح له في دولة القانون والمؤسسات والتي انبثقت من رحم ثورة 17 فبراير. فأي إنسان تم اعتقاله بدون وجه حق ورفضت هذه المجموعات أن تسلمه للعدالة أو أن تعطيه حقوق القانونية هي خارجة على منظومة القانون وهي لها أجندات خاصة بها يعني بالتأكيد. طيب سيد سامي، يعني أنت ذكرت أن هذه المجموعات التي يمكن أن نسميها يعني مجموعات ضبطية، يعني هي الآن تقوم بدور الضبط، لا تتجاوب مع المحاكم والقضاء وغير ذلك، يعني أين دور وزارة الداخلية من كل هذا؟ لأن المولود غير شرعي، يعني خلينا نسمي الأمور بمسمياتها. قوة الردع هذه قوة غير شرعية ومولود غير شرعي من يوم من خلق يعني. وبالتالي لما جاء السراج ودار لهم قرار اللي حكيت لك عليه 555 على ما أذكر على 2018، هو في الواقع حاول أن يشرع ما لا يستطيع أن يفرض عليه دولة القانون والمؤسسات، وبالتالي هو مجبر أخاك لا بطل يعني. وأيضا الداخلية بكل يعني طموحاتها لن تستطيع أن تكون الحقيقة قادرة على ضبط هذه الأجهزة، وربما صرح حتى السيد المفوض عن الشؤون الداخلية في هذه المرحلة الانتقالية بكثير من النقد لمثل هذه المؤسسات، لأنها لا تخضع الحقيقة للضبط والربط ولا لدولة القانون والمؤسسات، هي حكومات داخل حكومات يعني. وبالتالي من منا يستطيع أن يتحدث على دولة قانون ومؤسسات وهذه الجهات الضبطية التي انتزعت هذه الصفة بدون وجه حق الحقيقة، لأن هذه المؤسسات مبنية على أيديولوجيات خاصة بها، وبالتالي لا يمكن أن يتم إصلاحها إلا بحلها من جديد وإدخالها في منظومة الاشتراك الفردي لكل فرد يرغب أن يكون رجل أمن. أما محاولة ترقيع وتلفيق الحلول أنا لا أتفق معها على الإطلاق ولا أرجو منها أملا كبيرا يعني. إذن الأمر يخالف القانون يعني كما ذكرت حضرتك، يعني بالتأكيد في مخالفات كبيرة دكتور سامي للقانون.
طبعا بالتأكيد، لأن القانون لما يكون غير عادل لا قيمة له. هي مش العبرة تقول لي هذا قانون وهذا قرار وهذا إعلانه، للعبرة بمشروعية هذا القانون، بقانونية هذا القانون. فأنت يعني تحاول أن تخلق من أشياء غير شرعية أشياء شرعية باستخدامك لسلطة التشريعية، وهذا ضد كامل يعني في مفهوم القانون الحقيقي والصحيح اللي يتناسب مع قواعد القانون الدولية والإقليمية والمحلية. طيب دكتور سامي، يعني ماذا إن نجحت هذه الحملة؟ يعني هل إذا نجحت وتم الإفراج عن المسجونين أو حتى على جزء منهم، يعني هل يعتبر ذلك يعني نجاح هذه الحملة؟ يعني هو عبارة عن نجاح للجهود الناشطين والأهالي الذين قاموا بعشرات الاحتجاجات والوقفات الاحتجاجية؟ صحيح والله، منذ فترة يعني الظلم الواقع الحقيقة سواء على أهالي من المهاجرين من المنطقة الشرقية بالتحديد الحقيقة، الذين يتم اعتقالهم دون وجه حق الحقيقة في مناطق تخضع لسلطة ما يسمى بالمجلس الرئاسي الشرعية القائمة الآن، وهم أبناء ثورة 17 فبراير. يعني أنا لا أعلم لماذا لا يقدموا إلى المحاكمات حتى نرى إذا كان هذا الشخص إرهابي أو داعشي أو أي شيء تريد أن تنسبه إليه، وإذا خرج بريئا فليكن بريئا. أما أنت تعتقل الناس لعقود من الزمن ولا لسنوات طويلة من الزمن وتأتيني الآن تقول لي والله أفرجت على واحد ولا اثنين ولا خمسة، هذه حلول تنفيقية. إما أن يكون هناك دولة قانون واحترام لحقوق المواطن الليبي وخاصة من الثوار الذين أعطوا دماءهم وأشلاءهم من أجل أن نعيش نحن اليوم في حرية، إما أن لا يكون هناك قانون. أما أنصاف الحلول أنا لا أقبلها ولا أنتمي لهذه المدرسة ولا أدافع عنها.